دونت بليتي علولي ها؟ راح فين يا علولي؟ خارج العب مع صحابي. ماشي العب كويس. بتحبني قوي يا علوله. صباح الخير. صباح النور يا مرتديلا، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ايه اللبس ده؟ رفدوك من السينما ولا ايه؟ رفدوني ده ايه؟ هم يقدروا يستغنوا عني؟ انا بس خليت شغل السينما يبقى بالليل عشان اعرف اشوف شغل بالنهار، عشان اعرف اكون نفسي يعني وكده. بيني وبينك اصل في واحده كده عجباني يعني وناوي اتقدم لها ان شاء الله، بس عايز اقول لها بقى يعني قد انا كيوت وطيوب وبعرف اكنس واطبخ واعرف امسح واعرف اقول كلام حلو. ايوه يا بابا. واعرف اقفش على فكره، بعرف اقفش. شايف الحنوز ده؟ موت جون سينا في الدي دي تي بتاعه، ده مقطعه، ده مفرفر في ايديه. يا رجاله خرت ليه عم فاتك ماتش الحنوتي؟ حنوتي؟ طب هو عمل ايه؟ موت جون سينا عيطه؟ طب عمل له الشوك سلام؟ عمل له شوك سلام والسلام شوك وكل حاجه. طب الماتش الجاي ده بقى بتاع مين؟ تريبل اتش وبيج شو. اه البيج شو ده ضخم كده هيفعصه. راح فين يا عم؟ ثانية بس وراجع. عمرة ايه في ايه؟ ممكن تطلب لي الريس متقال على التليفون؟ اطلبه وانا اجيب نمرته منين دلوقتي؟ انت عايز تفهمني ان عمران ما يعرفش يجيب نمره الريس متقال؟ والله دي حاجه بقى ما يقدرش عليها الا ربنا سبحانه وتعالى. الريس متقال مات سنه 2004. لا حول الله لا حول الله. والعزاء امتى؟ عزاء ايه؟ بقول لك مات 2004. خلاص يا جماعه ما تتعبوش نفسكم، انا طول عمري عندي فيري باد لك. ايه ده بس يا لهفه، بلاش اندفاع الشباب بتاعك ده. انا اعرف حجازي متقال ابنه بقى مطرب كبير دلوقتي ومشهور ومش ملاحق شغل، نمرته معايا. انا حجازي ده حبيبي حبيبي. اطلبه اطلبه. حبيبك منين بقى؟ اشتغلنا سوا انا وهو في البرنامج المشهور ده اللي اسمه ستار ميكروباص. كنت انا واقف وسط الناس بسقف تسقيف، هو يشاور عليا اسقف زياده يشاور عليا. يا سلام، وهو كده بقى يبقى حبيبك؟ طبعا حبيبي. وبعدين ده ابن متقال، دول صعايده يا عمران. والصعايده بقى كلمه شرف، جدعان، ذوات كرامه، لا ينسوا من مد لهم ايد العون. والله انت عايز ايد هون فوق دماغك. طب اطلب لي بس حجاز على التليفون انا هكلمه. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور. في اوردر باسم الاستاذ وائل الشرقاوي. دي ايده، سلم عليه. لا ممكن حضرتك تسلم لي عليه يعني هو؟ طب يعني الله يرحمه كان طالب اوردر والحساب 119 جنيه، تحب تستلم الاوردر ولا تديه لحد في الشارع صدق على روحه يعني؟ نعم. اللي انت عايزه. هتستلم الاوردر فعلا؟ جيب لك الحساب. براحتك براحتك. استاذ وائل. استاذ وائل خلي بقى عشانك. لا معلش انا ما باخدش تيبس شكرا. تاخدش بقشيش؟ طب خد دي. ايه ده حضرتك؟ ودنه اعمل بيها ايه؟ استنى استنى يا استاذ. الو يا حجازي، ازيك يا قاض؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا، مين معايا؟ ايه ده نسيتني يا خلبوص؟ معقوله؟ انا اللي كنت معاك في البرنامج المشهور ستار ميكروويف. كنت بتغني معانا مثلا؟ لا 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 لا، انا اللي كنت بسقف على الاغاني اللي كنتوا بتغنوها. افتكر كده افتكر، ركز. مش جالك واحد كده جته كده وبقصه وقال لك برافو؟ طيب امورني برضه. طب تحت امرك، اتفضل. انا هبعت لك البيت هي وخالها،
عايزك بقى تبيض وش ها؟ يعني تقوم باللازم، اعتبرني انا اللي جاي بقى، وريهم بقى تعمل ايه مع عمك ها؟ ماشي؟ يشرفوا تحت امرك. طيب قول لي العنوان. اكتب عندك. ماشي يا حبيبي، ماشي يا حبيبي، مع الف سلامة. باي باي يا حجوزة. ميرسي قوي يا بابا، ميرسي قوي قوي قوي. خد ايه التليفون ده بشباك؟ فين الشيش؟ هات يا اخويا ما تلغوش، حرقت لي الكارت. المهم افتكرك بعد كل ده. افتكرك؟ امال بيهزر؟ خليك انت كده، اهرف نفسك، اهرف نفسك، هتموت. جايز عنده العشم ولا حاجه. عيب دول ناس صعيده يا جدع، ناس صعيده لا ينسوا من وقف معهم وداهم يد العون. يا لهفه، وحياه امك لا تاخديني معاكي الاعجاز متقال. يا ايموني ركز بقى يا حبيبي، ماما ماتت الله يرحمها، قولي ورحمه امك. مش مهم ورحمه امك وحياه امك اي حاجه، المهم تاخديني الاحجاز متقال عشان بحبه. ما هو انا لما باخدك معايا في مكان بتفضحني بصراحه. بص يا بابا، عايز يجي معايا. حبيبتي معلش بقى، ده اخوك اصغر منك، وبعدين لله حتى احنا نرتاح من الريحه في البيت شويه. او النبي خديني معاكي، انت عارف احجازي متقال ده؟ ده اغلى من ابوكي عندي 100,000 مليون مره، اغلى منه مليون مره. مش بقول لك نتن ابني وانا عارفه؟ خديه. خلاص يا ايموني هاخدك معايا، بس تلبس شيك، غير النينجا ترتز اللي انت لابسه ده. قولي له جيب اجره الميكروباص بتاعته معاه. استاذي انا والدتي الله يرحمها كانت بتزغرط ورا والد حضرتك في الافراح الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا. مش اي زغروطه يعني، كانت بتون. اهلا وسهلا بيك. شفت طلعنا قرايب ازاي؟ قرايب ايه؟ احنا مش غرب يا عم حجازي. الله، انت فاكر ستار ميكر؟ احنا كنا بنقعد في الجمهور على طول، فاكر كنت بتقول ايه؟ شكلك بتبص يا حلمي يا بكر وبتجهز لي ردود. ما انا لو بتورش واموره كنت هتبقى ابو السعود. ايوه ايه ايه. لا 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 لا، ده انت ما شاء الله ذاكرتك قويه. امروني تحت امركم. شوف يا سيدي، اختك لهفه نفسها ومنى عينها تدخل عالم التمثيل والغنى. يا خالو انا فنانه شامله. ايوه ايوه فعلا، عالم الفن ضاربها في دماغها، فقلنا نيجي لحضرتك بقى تشوف لها كده حاجه حلوه على ذوقك. تحت امركم طبعا، اكراما للعشره القديمه والعيش والملح. انا شايف انها تملى مكان والدتها المرحومه زغرتي. قصد حضرتك ان اقف ازغرط ورا حضرتك في الافراح؟ والله ده اللي عندي. لا 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 لا، ما ينفعش خالص. بيقول لحضرتك ان انا بحب التمثيل، بحب الغنى، ممكن اعمل استعراض كمان، انا موهوبه حضرتك مش مزقوقه يعني على الوسط الفني. ما ينفعش خالص، ده انا قلت اقل حاجه هتقولي اعمل معاك ديو دويتو يعني. اهدي اهدي يا لهفه، امال تعالي تعالي. حلو. لا اسكت يا مرقوش انت واسمعيني كويس، بقول لك ايه، ما تضيعيش الفرصة بين ايديكي، لازم نبدأ من الصفر. وبعدين كل النجوم والنجمات اللي انت شايفاهم رايحين جايين على دبي كل يوم دول، ما هو بدأوا من الصفر برضو. وبعدين احنا داخلين على رمضان، جربي حظك يمكن تضرب معاكي. خايفة يا خالو، خايفة افضل صوت في الخلفية يا خالو، مش عايزة طول عمري افضل واقفة ورا. تفضلي واقفة ورا ايه؟ انت شايفاه عامل ازاي؟ ده انت لو واقفة ورا ما حدش هيشوفك. في يا عم حجازي؟ الله يا عم حجازي، بقول لك كنا بنحضر كل حاجة، انت مش فاكر الفرح اللي انت كنت بتعاكس فيه العروسة؟ لما كنت بتقول لها عروسة حلوة جابلتني بعيونها بربشت لي. ايوه لحظة قشطة مرمرتني وفرح يا عروسة انا العاري. يا عروسة يا عروسة انا العاري وفرح يا عروسة. ايوه ايه، انا بفكهولك اهو، خش عليه على طول وهو مبسوط. ميرسي يا ايموني حبيبي، صدق حطيتني في المود. استاذي هقول لحضرتك على سربرايز، انا معاك باذن الله. طيب حظك في رجليك، النهارده عندنا فرح ويا دوبك تتعرفي على الفرقه. شفتي بقى، مش قلت لك متشكرين قوي يا دكتور. متشكرين ايه؟ ده احنا بقى لنا ساعة قاعدين عند الراجل اللي ما جاب لنا حاجة نشربها، مع اننا احنا اصلا جايين لبتاع الفراولة. الفراولة بتاع الفراولة. الفراولة اسمع الفراولة. ايوه اجرب اشتري مني اولى. ايوه الفراولة بتاع الفراولة. الفراولة اسمع الفراولة. ما كانش عليك، كاتش يلا بقى. ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ ايه يا عم؟ ابويا مش راضي يجيب لي كلب، اعمل ايه؟ اموت نفسي يعني ولا اموت نفسي؟ عم الجزال لو شافك هيتضحك. بص هو مش حوار، انا هتبسط بيها كده شويه وبقى افكر ارجع له ولا لا.
انت ايه مش خاف منها ليه؟ انا خاف من معزه. سميتها ايه بس؟ سميتها لاسي. كاتش يلا كاتش كاتش بقى عليهم يا عمي. الهبل ده يلا. شفتي خافوا منك. بوناسيرا. بوناسيرا حبيبي. اتفضل يا مستر رفعت. شوف انا بحبك، انا بموت فيك، طول ما انت بتديني فلوس انا بحبك على طول. لو في حاجه كمان غير الفلوس. ثانيه واحده. ايه بقى؟ اتفضل. ايه دي؟ متخافش. متخافش ايه؟ دي ودن. اه ودان يا راجل. اه امسك. انت عملت حادثه قد الموتوسيكل؟ خبطت حد؟ خبطت حد بالموتوسيكل في ودانه؟ ما تقول كلام منطقي يا مستر رفعت. ما جايز. مش الاسبوع اللي فات انا جايبك من على شجره فوق؟ حصل. دي بتاعت ايه ديت؟ ده زبون اداني تيبس. انهي زبون اديك تيبس؟ مش عارف اسمه. اسمه هانيبال او سو، حد معقد سايكو كده. الشرقاوي. ايوه بتاع الخدعه السينمائيه. الله يرحمه بقى. ده راجل زي العسل، ده كل يومين ثلاثه يعمل فينا مقلب ويبعت لنا حاجات من ديت. زي العسل ايه؟ ده قطع الايد اللي طلبت له الاوردر. ده لا هو هزاره كده، غتيت شويتين بس راجل زي الفل. الاسبوع اللي فات بعت لي نص جته على بعضها رقبه ومن غير جسم. قلت له ايه ديت؟ فين بقيت الجته؟ قام بعت لي الجته وبعد كده بعت راسه وبعد كل يوم يبعت لي حته. اه والله العظيم مش فاهم ايه الموقف الغريب ده الصراحه. الراجل ده بالذات ما تدقلوش على اي حاجه. ما ادالكش حاجه ليا. اه كان مديني حاجه ليه، كان مديني صباع كده بس وقع مني. مش مشكله اعد اخد غيره. ها ايه ده؟ والله ما انا رادد عليكي، اتعلمي الادب بقى شويه. عشان خاطري حبيبي. انت مالك يا مستر رفعت؟ انا حبيبك. الو الو يا لهفه. ازيك؟ سلم عليها. فرح؟ سلم عليها. سلم عليها. حاضر حاضر. بيسلم عليك. بيسلم عليك كده. مش مهم مش مهم تعرفني. فرح مين؟ طب ما تقولي لي دلوقتي. طب خلاص خلاص هاجي معاك. ماشي مع السلامه. خدني معاك الفرح. هاخدك معاك. يلا اطلع البس بقى يلا. المتخلف. بقولك ايه لو سمحتي، ممكن نعمل مع بعض بروفا عشان انتوا خدتوني على مشامي كده، وانتوا عارفين طبعا براكتس ميكس بيرفكت، يعني عايزين نعمل بروفة عشان كميتنا تبقى واحدة. اتذكر كميلي ولا ايه؟ ده نهار كتير. بقولك ايه؟ الزبتي لظبطي. ايه الزبتي دي؟ ما هي لو شافتني مظبوطة ما كانش قالتلك الزبتي. لا بقولك ايه يا حبيبتي، مش عشان قلتلك لو سمحتي تفكريني من بتوع بابي ومامي. لا اصحي، انا بنت شارع واعرف ايه اللي قادري كويس قوي. قطام انت وهي.
خدوه. هي انا معرفوش حضرتك معرفوش. ما تخافيش يا لاب، محدش قادر ياخدها. على جثتي ما عاوزينهاش يا بوي. حتى لو عاوزينها محدش هياخدها. انا عرفت اطلعي. يا خالو اطلعي. بعدين بقى اعمل ايه دلوقتي؟ طب الناس دي خطفت استاذ حجازي، اكيد طالبين فديه. طب هو عنده حد يدفع له الفديه؟ انا مين اللي هيدفعها لي؟ حلواني هيدفعها لي ولا خالته ابتهال ولا ايموني وعلولي؟ مش عارف. لو بس ما كنتش مربوطه كنت كلمت استاذ جابر القرموطي جه عمل لهم مشكله دلوقتي. يا استاذي. نعم. مين دول وعايزين مننا ايه؟ مش عايزين منك حاجه اصلا. ما انا عارفه منه لله مرتضى، افورته هي اللي دبستني التدبيسه السوداء اللي انا فيها دي. دي عيله العوايسه، ربنا يستر. لا اله الا الله. لسه قلت حاجه؟ ده لسه هتشوف هيعملوا فينا ايه. طب من فضلك ما تخوفنيش، ممكن حضرتك تشرح لي بالظبط ايه الموضوع؟ طار قديم بين ابويا الله يرحمه وبين جده. يعني والد حضرتك الله يرحمه الفنان العظيم قتل حد من عندهم مثلا؟ هو قتله فعلا، بس قتله فنيا. يعني ايه فنيا؟ انا احكي لك. الرئيس متجلى الله يرحمه كان صوته جميل والصعيد كله بيحبه. تمام. جده الله يرحمه كان صوته على كده، ما كانش حد بيحبه. يخطفوني انا ليه؟ انا مالي؟ بالظبط. وطارنا هناخده ونرجع حق جدنا الله يرحمه. اعقل يا استاذ عويس اعقل. لازم ناخد طارنا ونقتلك فنيا. ايه ده؟ هعمل باد مود على الفيسبوك. ربيت التفاهه. طب عمو حماده عنده بطه بتعمل كده اهو. أنا هشير وهعمل لكم تاج وأخلص عليكم. أبوس إيدك. استنى عويس، عشان الإنستجرام. أنت اسمك إيه على الإنستجرام عشان أعمل لك تاج؟ لهوفة فاشونيستا. أنا عندي 7 فولورز على فكرة. هبقى الثامن. سلام يا ولد. هو مش عايز غاغه، الاكل هيجي لكم في ميعاده. مسعد بيه. مسعد بيه. مسعد بيه. اوعى اوعى. انتوا مين؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ انت مش عارفني ولا ايه؟ ارجع بالذاكره لورا. عمران مرتضى حلواني، انتوا ايه اللي ملبسكم كده؟ ما هي لهفت خطفت هي وحجازي، واحنا عارفين مكان نروح كلنا كده وننتزغه. الموضوع ده مش بالبساطه دي يا سيد حلواني، ده طار. انا ما ينفعش اتدخل مني لنفسي. ما تخافش يا باشا، ما احنا هنيجي معاك، انت بس طلع لنا كام حته سلاح حلوه كده ناخدهم معانا ونلم الرجاله وتبقى مذبحه. انت عبيط يا ابني، هو انا حسيت بالوحده فجبتك رايح اقرا عداد النور؟ ده طار يا ابني طار، يعني الازهر لازم يجي ونعمل قعده ونسحب السلاح. هيقول طار وطار وطار. ما تتكلم يا حضره العملي. اه انت جاي تمثل هنا في الاسم يا حلواني. ما تخلص لبس الدني الشخصيه. طب خلاص خليك في حالك، انت شايف ايه الحل يا حضرة الضابط؟ احنا هنعمل محضر ونوريه للمسؤولين وبعد كده نشوف. هنشوف ايه والنايل ايه؟ هتقعد بعد لسه هتعمل محضر ونعمل محضر؟ يا بنت هتروح مننا، احنا هنروح ننقذها. خلاص يا باشا، لو انت خايف انا هتصرف. مرتضى اوعى ايدك. بينا يا رجاله. بينا. انتوا فاكرين لوحدكم كده هتروحوا تنقذوها؟ وحدنا انت ما تعرفناش، احنا نعادي ونصادق من يصادقنا، صح يا رجال؟ ايوه صح. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت بتحبيني عشان فلوسي ولا عشان انا امور؟ هو انت امور؟ امال انت بتحبيني ليه؟ طبعا عشان شخصيتك. طب بقول لك ايه رايك في المول اللي انا مخرجك فيه؟ حلو؟ حلو قوي بصراحه يعني، بس انا جعانه. يلا ناكل. طب ما اكلتيش ليه في البيت؟
ما كنتش جعانه بس انا دلوقتي جعت. تبقي تعملي حسابك بعد كده. طب تعالى نشرب حاجه. نشرب ايه؟ انت يا بنت عبيطه، ايه اللي اكل واشرب وانا جايه اغذيكي؟ انا مالي، ما تدفعي في بيتكم. امال جايين ليه؟ احنا جايين هنا عشان نطلع السينما ناخد كرسيين ورا ونمسك ايد بعض. طب يلا ايه ده؟ ايه ده؟ انت سهله ليه كده؟ قولي لي ما ينفعش، خليني احاول معاك عشان احس ان انا عملت مجهود عشان لما امسك ايدك بعد كده افرح. طب قول انت. يلا نطلع السينما نمسك ايد بعض. لا احسن، المهم دلوقتي احنا جايين نبسط ونخرج، هنخش دلوقتي السيموليتر ونتدقلب عليا الطلاق. انت اللي طلعك من ابو قتاتة ظلمك يا بنت. السيموليتور ده جهاز بيجيب الحاجات قريبه، لعبه يا متخلفه. طب يلا تعالي تعالي افهمك انا بقى الدنيا. ستي انت لسه صغيره مش فاهمه حاجه. تعالي تعالي. اول حاجه يا رجاله، انا بحب اتاسف لكم ان انا خليتكم تسيبوا الاوردرات اللي في ايديكم، بس ما تقلقوش مش هتلحق تبرد. باختصار في شويه عيال سيس علموا عليا. ازاي مرتاد؟ هو ده اللي حصل، خطفوا الحته بتاعتي. طبعا واحد فيكم هيقول لي واحنا مالنا. صحيح واحنا مالنا اهو، شفتوا لسه بقول لكم اهو. لا ليك يا حبيبي، لما يعلموا على واحد من الطيارين يبقى كانهم علموا على كل الطيارين. لا ما تفكرش اللي انا بقوله لك ده صح. احنا بقى عايزين نعرفهم يعني ايه الطيارين. احنا الطيارين، احنا اللي بنخرج من بيتنا شايلين اوردرنا على كفنا، مش عارفين الدنيا هتبقى سالكه ولا زحمه، يا ترى الزبون هيدينا تبس معتبر ولا هيرزع الباب في وشنا. باختصار يا رجالة، الصعايدة أعلنوا علينا الحرب. هنسكت؟ لا مش هنسكت. يبقى يلا بينا يا رجالة، يلا بينا. يلا بينا. جدي مذبح حسرته يا ست لهفة، كان نفسه يغني وصوته يوصل من قلب الصعيد الجواني لكل الناس ويجيب فيور كتير على اليوتيوب. هو جدك والريس متقال إيه؟ مش واحد؟ مش ولاد مكان وأرض واحدة؟ ليه الحقد بقى مالينا؟ انت مش مبسوط ان الصعيد يكون ليها صوت في كل حته؟ كل ده بس عشان مش جدك هو اللي بيغني؟ ليه الانانيه؟ انتوا زي بعض يا ريس عويس، نفس اللون، نفس الطبع، نفس الشكل، نفس الجلابيه. يا خساره، انا كنت فاكره ان الصعيده اجدع من كده. لا الصعيده طول عمرهم رجاله يا ست لهفه. لا 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 لا، انا فكرتي اتغيرت تماما عن الصعيد. طب على الطلاق لا تروحوا، ونعشكم كمان قبل ما تروحوا، وهعمل هابي مود على الفيسبوك. حطوا ايديكم في ايدين بعض يا عويس، خلينا نخلص من الحاجات الوحشه اللي جوانا ونرجع اسم الصعيده تاني. مش هشير الدبسماش ده بقى غباء. ليه؟ مش دي ميموري حلوه عشناها مع بعض؟ كل ما الزمن يمر عايزين نرجع للمومنت دي، لازم نتفرج عليها، لازم تبقى متشيره. حضرتك اصلك كنت رابطني يعني اوفر. زعلش مني يا ست لهفة حبيبي عليا. واد عمي، واد عمي زعلش مني يا ريس. حبيبي يا رجاله، يا رجاله اسمع يا بلدينا، بلغ اللي مشغلينك ان مطاعم القاهره الكبرى عايزاك في حوار. تعال نقول له بقى مع بعضينا. ماشي حقك عليا يا ست لهفة. ولا يهمك يا ريس عويس، انا مبسوطه قوي ان انتوا الاثنين صالح. حبيبي يا عويس زعلش. انا كبير، رجاله كتير بيسالوا على الريس متجال، وانا عسرت منهم ده. تتسابل ولا ايه؟ انا داخل هنا بمزاجي. بتغفلني يا حجازه وتضحك عليا؟ ما عرفوش. وانا اللي اديتكوا الامان. ايه اللي جابك يا زفت؟ امشي دلوقتي. مش همشي يا لهفه، مش همشي الا مولع الدنيا. ده انا اللي هولع فيك وفيه. ايه يا ريس عويس؟ احنا مش اتفقنا خلاص؟ مش كنت هتمشينا؟ ده كان قبل ما اكتشف خيانتك يا حجازي. ما عرفوش. انتوا هتتحايلوا عليه ولا ايه يا جماعه؟ ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. اجري يا لهفه. الايباد. اجري. يا مرتضى يا غبي، يا متخلف يا متخلف، ضيعت الايباد اللي عليه الدب سماش.
تخيلي حصلت حاجة غريبة. معقولة؟ وافقتوا على التحويل؟ دي حاجة غريبة فعلاً. عموماً الانترفيو بتاعكم ما شاء الله ما عجبناش بالمرة، احنا وافقنا بس عشان الامتحان بتاع علي جاب فيه نتيجة ممتازة. بصراحة خسارة، الولد ممكن يبقى حاجة. anyway من الواضح انكم مش هتقدروا تساعدوه بالمرة، بس علي ما يتخافش عليه، تقدروا تدفعوا المصاريف ويحضر من بكرة. قولي لي يا مستر، اكسكيوزني، وحضرتك مرتبطة؟ بس يا بابا بس، من فضلك يا مس كملي كلامك الجميل عن علولي. عارفة يا لهفة؟ إحساسي بعلي إنه فعلاً حيشرفكم. والله أنت اللي مشرفونا يا مزة، أنت يا مهلبية. بس بس بس، يلا بينا. يلا يا بابا، من فضلكم يا جماعة، يلا. مرسي مرسي مس، مع السلامة. حقيقة يا ابني أنا كأب النهاردة سو براود، فخور بيك جدا يا علوة. فخور بيه يا بابا؟ انت متخلف يلا، عايز تتعلم ليه يا متخلف يا حمار؟ ما تبجعش يلا. بس بقى يا لوزر، انت اخرس خالص. مبروك يا حبيبي، انا كمان سو براود بيك. عايزك تحفظ دروسك كويس قوي قوي وتفضل بولايت كده زي ما انت. هحاول هحاول. ده حضرتكوا الوصل، تقدروا تدفعوا في اي وقت بس لحد اقصى اسبوع. بعد اذن حضرتك. اني تايم. بعد اذن حضرتك. بجد يا عيوة، أنا خدت فيك خازوق كبير قوي. شو قلت لكم؟ خليني في مدرستي القديمة. هاي يا بابا. لسه معجزة. استني كده. عجزة تاني، يا ريتني كنت فضلت على الحزبة الأولانية. طب فهمنا بس يا بابا في إيه؟ بص يا جماعة، أنا عملت كل اللي أقدر عليه. هو واضح كده ان الفلوس اللي معانا معجزه ومش هنقدر ندفع مصاريف مدرسه عليوة. ها انا خلصت اللي عليا، عايزين حاجه؟ هو حضرتك يا بابا بتخلع مننا ولا انا متهيألي؟ وانا اعمل ايه يا بنتي؟ وانا اعمل ايه؟ انا كل اللي معايا ما يكملش مصاريف ترم واحد. ماله اخوك زي الفل اهو، طول عمره ما كلفنيش طوال حياتي الدراسيه اكتر من 250 جنيه، وما شاء الله فله وكل حاجه في الدنيا اعرفها. تفهم حاجة؟ لا. ما هو عشان كده فاشل. أنا كويس. أنا مش عايزة علوة يا بابا بقى يطلع كويس زيه كده. أنتوا ما سمعتوش الميس قالت إيه عن علوة في المدرسة؟ قالت إن هو الله أكبر عليه جينيوس، لازم نتصرف من فضلكم. ما تقول حاجة يا خالو. والله يا بنتي أنا عملت اللي عليا وشفتلك شغلانة وفلوسها حلوة. شغلانة إيه؟ يعني هي شغلانة متعبة شوية بس فلوسها حلوة. خلاص أدام فلوسها كويسة تسكيه. خلاص يلا قومي جهازي والبسي دول، واما هتلبسيهم هتعرف أنا أقصد إيه. شكرا. جرى إيه يا جماعة؟ هتفضلوا سايبين البنت كده متحملة المسؤولية لوحدها؟ الله، ما تشيلوا عنها شوية. معاك حق يا عمران، إحنا لازم نشوف حل. أنت هتفضل سلب كده طول عمرك؟ أنت كمان لازم تشوف حل. طب أنا أعمل إيه؟ ما أنت شايفة الصحة في النازل، وانا كل اللي اعرفه بس كومبارسات وتمثيل. اديك قلتها بعظمة لسانك، اعمل اي سبوبة في الموضوع ده. طب اعمل ايه؟ شوف انت كومبارس قديم، نقيب الكومبارس. بطل مزح بقى يا اخي، انت كومبارس متكلم من ايام الاستاذ نيازي. لا، الاستاذ نيازي ده بعدي بسنتين. انا ارجع شويه بقى ايام زوربانيلي وجبرائيل تلحامي وسعيد الهوى وحنبله، الاساتذه دول. في ناس كتير مش لاقيه شغل وعايزه تشتغل كومبارس. طب اعمل ايه يعني؟ تفتح سنتر تعلمهم فيها التمثيل وتدفعهم. مول تدريس الكومبارسانه، واسميه كومبارس العرب. عاملين اجتماع ولا ايه؟ يا اخي قول صباح الخير ولا اغسل وشك. بص على العموم انا هنزل اقعد مع صحابي. هيقعد فين؟ ما يقعد مطرح ما يقعد. تهال مالك كده قاعده ساكته ومقموصه كده؟ ما تقولي حاجه. جايبه لكم بطاطس اهي مسلوقه زي الفل. انا قاعده مستنيه الاخر يمكن تلاقوا حل. بس الظاهر بقى طول ما انا في وسطيكوا انا مش هعرف اتلم على قرشين. خد خد يا ايمن، خد دول. ايوه كده، فكيها على نفسك شويه يمكن ربنا يفكها عليك. ما تفهمنيش غلط يا اخوي،
انزل انزل هات لي لحمه وفراخ وبطاطس وورق. بطلي تعملي اكل عشان انت اكلك بيقرف الكلاب اصلا كلهم. يا ولا البلاف السعد يالا اسكت بقى افهم انا بفكر في ايه. هتفضل طول عمرك سطحي كده؟ شوف انا قعدت مع نفسي وقلت يا بنت يا ابتهال ما دام انت نفسك حلو في الاكل وموهوبه خلاص استغلي الموهبه اللي ربنا اداها لك دي وزودي دخلك بقرشين. عارف فكرت في ايه؟ ايه؟ هعمل مشروع اكل جاهز وابيعه والمكسب بالنص. لا خدي دول وخدي النص بتاعي وحمر لنا امي دي عشان هنموت. يلا يابا. والله مالكوا في الطيب نصيب. هلو ماما، ممكن اخد من وقتك دقيقة واحد؟ انا معايا حاجات حلوة كتير، رخيص كتير، متين كتير، تحب تشوف حاجة؟ ودي تيجي، معقولة نتفرج واحنا هسلم كده؟ اتفضلي اتفضلي. اتفضل جوا؟ اه امال ايه، اتفضلي، اتفضلي. شكرا ماما شكرا. اهلا اهلا. تحبي نقعد فين ماما؟ في الصالون يا حبيبتي، اقعدي على الكرسي اللي هناك ده. شكرا ماما شكرا، انت كريم قوي ماما، اول واحد يدخلني بيته. معايا حاجات حلوه تعجبك قوي، معايا شرابات، معايا سبراي للشعر جميل، وانا معايا حاجه لطيفه قوي عايزه افرجك عليها. اتفضلي ماما. التليفون ده صيني اشتريته من اسبوع، يا دوبك استعملته يومين ومات، خدي صلحيه. انا مش اعرف صلحه ماما، صلحه على اساس ايه؟ على اساس ان هو صيني وانتي صينيه، والصينيين دول بيعرفوا كل حاجه، اتصرفي. بس مش انا اللي صنعته ماما، مش انا الصيني اللي صنعته، وبعدين انت مصري ماما، انت مصري انا صيني، انت احسن مني بكتير، انت صلحه ماما. شوف انا معايا حاجات حلوه قوي قوي. اه بس بقولك ايه يا حبيبتي، اصل انت مش خارجه من هنا ولا ماشيه غير لما التليفون ده يتصلح. ماشي ماما اوكي. فين الشاحن بتاع التليفون ماما؟ شاحن ايه؟ مفيش شواحن. هو بالعقل ماما، هو عايز شاحن ماما، مش انت تاكل مام، تليفون كمان عاوز ياكل مام. بقولك ايه، انت هتلبسيها لي؟ غلطتي انا يا نصابين يا ناور. صلي على النبي. فين السكينه؟ صلي على النبي يا خالتي، صلي على النبي. يا نهار اسود التليفون يا بنت، ما انت بتجري هم الماشيه لي صيني ليه؟ صباح الخير يا امي. صباح الفل يا حبيبي. الريحه الحلوه دي، انت عامله عزومه ولا ايه؟ لا يا لمت مش عزومه، ده شغل، اصل انا بعمل وجبات جاهزه عشان ابيعها ديليفري. شغل؟ اه. ليه ياما كده؟ هو انا مقصر معاكي في حاجه؟ مقصر؟ لا حوش 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 الفلوس اللي عملت تدهالي يا ابني، ده انا عمري ما خدت منك لا ابيض ولا اسود. ليه ان شاء الله عمري ما عملت لك حاجه ابدا؟ لا عمرك ما عملت لي حاجه. ليه بقى؟ انا كام مره ببقى قاعد في اوضتي بسمع مزيكا وتقولي لي وطي الزفت اللي بتسمعه ده؟ وطي الزفت. كم مره بتقولي لي شد السيفون بعد ما تخلص حمام وشد السيفون؟ الحاجات دي انا بعملها عشاني ولا عشانك؟ ايه ده ايه ده، انت مستني دي حاجات بتعملها لي يا ابني؟ فلوس، انا بتكلم على الفلوس، عايزين فلوس، احنا كلنا بنشتغل وبنلم عشان خاطر لهفه، عايزين نساعدها في مصاريف اخوها في المدرسه الجديده اللي داخلها. لهفه والنبي لهفه، كل الجمل اللي قلتها دي ما سمعتش منها غير لهفه. لا اصله اسمه مميز يعني. طب هما مزنوقين جامد؟ ايوه يا حبيبتي مزنوقه قوي. كويس كويس. طب اقول لك ايه بقى، اسمعي، لو ربنا كرم يعني وحد اشترى منك الاكل دوت، الفلوس اللي يدوها لك تدهاني وانا اديهم للهفه. نعم نعم يا اخويا. ايه تاخد مجهودي انا؟ لا طبعا. ايه ما هو شغل العيال ده، روح انت اشتغل، روح انت لم، انت لمالها يا اخويا. خلاص ماشي، خلي مجهودك لنفسك، خدي مجهودك كله، انا اتصرف. اتصرف يا اخويا، روح اشتغل. قال ياخد مجهودي قال. راح لخالته والله من لاس، عايز اكل نازل وانا ماشي. حبيبي يا توكتور، ازيك يا حاجه؟ عامله ايه؟ روق الجرجير كويس عشان معفن محدش بياكل. يما في ايه؟ اطلع عيد بالموبايل يا والله العظيم لسه بايع. طب اطلع عيد بالمحفظه. ما انا ما بشيلش محفظه. شلش محافظ ليه ياض؟ عشان ما جابوليش. ما جابولكش ايه ياض؟ ما جابوليش في البيت والله. ما جابولكش محفظه في البيت. اه ايه بتفتش ليه؟
وكمان هتقولي معكش فلوس ها؟ لا ما انا مش معايا فلوس لان احنا فقراء، وبعدين انا اخبى عليك ليه؟ ياد انت لسه قايل لي ياد بايع الموبايل ياد من يومين. ايوه بايع ببلاش. انت مبذر ياد ولا ايه؟ مش مبذر لان والله شكلك مبذر ياد. انا اسف والله العظيم شكلك مبذر. انت مش مصدقني ولا ايه؟ انت بتفتشني انت مش مصدقني؟ لا ده انت صدقني لان انت حرامي شريف وواقف في عز الظهر فاكيد محتاج فلوس، فانا كنت هديك عادي. والله كلامك عجبني. الله يخليك. اسمك الكريم ايه؟ همام. عاشت الاسامي يا عم همام. الله يكرمك. ماشي يا عم همام، شوف وراك ايه يا حبيب قلبي واتكل على الله. يلا حبيبي. طب بقول لك ايه، ما تشغلني معاك حضرتك. اشغلك معايا فين ياض؟ يعني اشيل لك المطوه واظبط لك البشت ياض وانا واقف في سنترال ياض؟ ما تخلناش بقى ياض نام معاك السليمه ياض بقى على المس. انت جبت المطوه دي منين؟ المطوه دي ياض من السمبلوين. علي وحسين. علي وحسين. اه حلو ياض الكلام ده ياض. بقول لك ياض اتكل على الله بقى عشان المطوه دي ما تزغرتش على وشك وتعمل معاك السليمه. لا انا اسف حضرتك اتفضل. يلا حبيبي شوف وراك ايه. ماشي قشطه. ماشي عيل بقه وربنا كنت هموته والرمله دي تشهد يا منطقه ما فيكش راجل ولا ما عاد انت يا كبير ما عاد انت. انا بحسب. لا ما تحسبش. بصراحه يا عم كامل انا مزنوق في قرشين ومحتاج اي شغلانه، وقلت ما حدش يقدر يخدمني غير عم كامل. بس كده عينيا الاثنين. ربنا يخليك. مندوب يمشي معاك؟ لا انا مش عايز حد يمشي معايا، انا عايز شغلانه ليا انا. يا عم يا عم ارجوك يا عم افهمني شويه. مندوب يعني هتشتغل مندوب. اه طيب تمام تمام. دي مرتبه كام؟ 450 جنيه في الشهر. يلا يا عم. في الشهر؟ ايوه. لا انا عايز حاجه احسن ويكون القبض بتاعها وقتي. اه انت كده بقى عايز شغلانه باليوميه. الله ينور عليك. باليوميه هو ده. موجوده موجوده. انت عارف عمك سيد الجزار الله يرحمه، الراجل ده عنده عربيه نقل ومحتاج سواق يركبها، يعني هتشتغل عليها تنقل بقى ايه عجول خرفان العيال ولاده. بص يعني انا عايز شغلانه يعني تبقى بوزيشن كده، يعني مدير امن، لواء متقاعد، عميل مزدوج، يعني الحاجات دي اللي فيها حركه. اه ده انت طموحك عالي. يعني عموما برضو انا عندي شغلانه شبه الامن كده، حلوه وفلوسها جميله وزي الفل. حلوه قوي هي دي. لا مش هتنفعك. ليه مش هتنفعني؟ ليه مش هتنفعك؟ لا لا هتنفعني. ما تقفلهاش في وشي والنبي. والله ما هتنفعك. طب قول لي ايه هي الشغلانه؟ جارد. انت تنفع جارد؟ ما ينفعش جارد. في يا عم كام، على فكره انا مش عاجبني نظرتك ليا، يعني هو الجارد ده ايه؟ جسم على الفاضي، المهم يكون قلبه ميت، وانا الحمد لله قلبي ميت وانت عارف والحاره كلها عارف ان قلبي ميت. يا راجل ده انت ما فاكش نفخه. يعني دغدغ لك القهوه عشان تصدقني؟ يا عم روق شويه. عموما انا قلت لك على كل الشغل اللي عندي، ولو ظهرت اي شغلانه حلوه مناسبه ليك انا ان شاء الله هتصل بيك بالموبايل. سلام عليكم. طب ما الجارد دي حلوه. سلام عليكم. ما الجارد دي حلوه. سلام عليكم. وعليكم. يا حمو هات الشاي بتاعي. عم جامي حبيب قلبي. مرتضى حبيبي. عم جامي عامل ايه؟ عامل ايه؟ تعال اقعد اشرب الشاي بتاع عم كامل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. انتوا جايين عشان درس التمثيل؟ انا جاي لوحدي. انت جاي لوحدك؟ لا ما تقلقش هنا امان. اتفضل يا حاج اتفضل. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والسلام عليكم. وحضرتك جاي ليه؟ جاي علشان احقق حلمي وابقى ممثل قدير. انت بس اتأخرت شوية. ده متأخر ايه 50 سنة يا حاج؟ بس يعني امشي؟ لا لا تمشي بيه. تمشي بيه. احنا عايزين الادوار دي، السينما والمسرح محتاجين الناس الكمل دول اللي طالعين كلهم شوية شباب كده، انما اللي زيك مفيش. اتفضل يا حاج اتفضل اتفضل. مساء الخير. مساء النور يا ستي. ازي حضرتك يا استاذ حلواني؟ ازي حضرتك يا قمر. اسم حضرتك ايه؟ الهام. يا الهام ان شاء الله 100 100. الهام باذن الله. يا استاذ حلواني ميرسي قوي. ازيك يا استاذ؟ اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. انت عايزة تبقي ممثلة على ايد الحلواني؟ هتفضل سيدنا على الباب كده يا استاذ؟ فشر فشر. انا من جمالك انت ان شاء الله. واسم حضرتك ايه؟ تقع. تقع؟ اوعي تقعي. اتفضلي يا جميل اتفضلي. ما
معاكو حلواني الحلواني، ممثل قدير وكمبارس سابق وحاليا نقيب الكمبارس في العالم الثالث والعالم التاسع. ده في حالة إذا ما كانش حد فيكم لسه دفع المصاريف. المصاريف بتدفع في المطبخ الكاشير جوه. هنبدأ النهاردة بإذن الله نبذة صغيرة أقولها لكم. طبعا كلكم عايزين تطلعوا السلم، معظمكم بدأ من نص السلم، أنا لا، أنا هاخدكم تحت بير السلم. طبعا مش كلكم إنما ممكن يعني نوزع، وحنبتدي بقى من تحت بير السلم لحد فوق. بعد إذنك يا أستاذ، هو حضرتك شاركت في أعمال كتير قبل كده؟ هو أنا كنت متوقع سؤال زي ده من شاب مبتدئ زي حضرتك. أنا ما بحبش أتكلم عن نفسي، أعمالي هي اللي بتتكلم. أنا هقعد معاكو مفيش 3 4 5 6 7 ساعات نتكلم عن أعمالي اللي عملتها داخل الجمهورية العربية والأعمال اللي عملتها خارج الجمهورية العربية. هلو، ممكن أخذ من وقتك دقيقة واحد؟ أنا معايا حاجات حلوة كتير. أنا مش فاهم منك حاجة، أنت عاوز تقولي إيه؟ أنا أقول لك أنا معايا حاجات حلوة كتير. يا دي النيلة يا ستي، ما عرفش أتكلم صيني، بتعرف تتكلم عربي؟ أنا أتكلم عربي شوية شوية. يا دي النيلة، أمال ما جبتيش حد معاك ليه ترجم؟ أنت عاوز تروح فين؟ معاك ورقة فيها عنوان؟ حضرتك ما تركزش في الشكل واللبس، أنا معايا حاجات حلوة كتير تشتري. طب ما أنت متكلمي عربي لبلب أهو، ما مدوخاني معاك ليه من الصبح؟ لقد تحدثت بنفس الطريقة التي تحدثت بها من قبل. هنرجع تاني نتكلم صيني؟ لا مؤاخذة يا عم الحاج، بص حضرتك، أنا معايا مكنة حلاقة في 3 شفرات تاخد دقنك وش واحد، ومعايا مزيل العرق ديودرنت عشان لما تقعد في وسط أصحابك ريحتك ما تبانش، ومعايا بودرة رجل عشان لما تقلع الجزمة ما تموتش اللي حواليك. أنت شايفاني أنا ما بستحماش؟ أنت شايفاني معفن؟ لا خالص أنا مش قصدي، بس لو عند حضرتك صديق معفن ممكن تديله الحاجات دي هدية. أنت صح، عندك حق، هات الحاجات اللي معاكي كلها. اتفضل. الحساب، الحساب. ايه ده؟ انتوا هنا مش عشان تتعلموا تمثيل، لا لا لا، انتوا هنا تتعلموا ازاي تبرشطوا قدام الكاميرا، ازاي المشاهد يشوفك 3 ثواني بدل ما يشوفك ثانيتين. مثلا المشهد انت ماسك كوباية مية وبتعدي قدام الكاميرا، هتعمل المشهد زي ما هو مكتوب؟ غلط كده، هتفضل كومبارس طول عمرك. لازم تحط لمساتك، التاتشات بتاعتك، يعني مثلا الكوباية راح توقع منك انت اللي عاملها، عمال ما تلم الازاز وبتاع، هتطول المشهد، هتكسب لك ثانيتين 3 يمكن يعجبوا المخرج ويسيبها. حتى في حياتك العادية لازم تبرشط قدام الكاميرا. واحدة تقولي ازاي؟ ازاي يا أستاذ؟ طبعا ازاي، هقولك انت بالذات هقولك ازاي، ودي بتبقى حاجات خاصة. يعني تبرشطوا قدام الكاميرا يعني تبقوا دايما أول ناس في الصف الأولاني، تشوف الكاميرا تروح لقيتها كده عشان انت تبان أول واحد. احنا بنسميها في الوسط عندنا بقى حرام الكاميرا. في مناسبات كتيرة تقدر تسرق الكاميرا، افراح، خطوبة، عزاء. يعني يا ابني هو ما فيش غيرك، منك انت اول واحد دفعت المصاريف. نعم يا حبيبي نعم. انا ما بحضرش افراح عشان حرام. حرام؟ بلاش افراح، روح عزاء. نفس الحكاية، هتلاقي كاميرات تلفزيون أكتر من الأفراح. أنا تعبنا شوية وتعبتكم معايا، وكل الأساتذة الكبار اللي زيي محتاجين راحة، وبعدين لازم شوية توجيهات معينة للتوتة عشان لسه مبتدئة، تكونوا كلتولكم لقمة. أنت عايزة حاجة يا أملا؟ أنا إلهام يا أستاذ، إلهام. أمور يا إلهام، ربنا يخليك لي. انت الدرس اللي بعديها صح، كنت تعبان. السلام
النهاردة الدرس العملي ازاي تبرشط في الكاميرا، ازاي تسرق الكاميرا من غير ما حد ياخد باله. الأنسة دلوقتي دي مذيعة التلفزيون في الشارع بتقدم برنامج مهم، وانت ماشي في الشارع بالصدفة وعايزين تطلعوا في التلفزيون، سرقت الكاميرا بشياكة من وراها كده وتبص للكاميرا ما يبانش انك بتسرق. ايوه اسرق الكاميرا، اسرق يا حاج. ايوه بشويش، ايوه كده ها اسرق. تسرقش ما تحتك كيش بيها قوي، ممنوع الاحتكاك وإلا هيبقى تحرش. أيوة بصة كده من الناحية التانية وانت تعالى كده، يعني اسرق كله سرقة، كله سرقة كده يا أستاذ. أيوة كله سرقة. لا انت حرامية هبلة، تعالي من الناحية دي. يئست انك تسرق الكاميرا، اسرق المذيعة ويمشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول لك ايه بقى فيما معناه، يعني ان انت لما بتفك زنقة واحد في الدنيا ربنا بقى بيفك كل زنقاتك وبيكرمك وبيخلي عيشتك زي الفل. يا مرتضى حرام عليك، حرام عليك، انت بقالك ساعة ونص عمال تهري وتنكت وتروح وتيجي وانا مش فاهم حاجة. من الاخر يا عم جيمي، انا عايز الناس تقول الواد جيمي ده عيل جدع، عيل خير، بيحب يساعد الناس، انسان انسان بيحب ولا يكره. الناس بتتكلم عليك يا جيمي، والله العظيم بيقولوا عليك عيل بخيل اناني. فكك من الشغل ده، مالكش دعوة بيا وبين الناس، أنا وهم هنتصافى. ماشي، خلينا بقى في اللي بيني وبينك. أيوة جيب من الآخر بقى وقول لي أنت عايز إيه، عايز إيه مصلحة؟ أنا عايز قرشين سلف. مبروك يا حلوة، مبروك يا حلوة، يلا بقى هات 500 جنيه بسرعة. لعبني ماتش تاني يا عم. انت لسه خسران، انت في ايه بتحب تتكسف قدام زباينك؟ يا عم لو خسرت هديك 500 جنيه تاني فوق ال 500 جنيه التانية. اذا كان كده ماشي يلا باشا، ما فيش مانع. ايوه جول 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 جول. اي خير هقطعك. يلا وروني بقى ايه نحسب كده. انا معايا 500 جنيه. برافو. وانا معايا 200 جنيه اهي، كنت عايز اصلح بيهم التلفزيون، انما يلا عشان الواد. وانت بقى 300 جنيه وفرتهم من مشروع الوجبات الجاهزه بتاعي. شكرا يا خالته. ودول 1000 جنيه تحوشه العمر، كنت ناوي اطلع بيهم عمره. عمره ب 1000 جنيه؟ انت هتروح على جمل؟ لا ما انا مش هجيب هدايا بقى، وبعدين ما يغلوش على علوه. ميرسي خيره. وده فول قاس اكسب انا. ايه ده بقى يا عبيط؟ بس بقى يا عبيط بقى. بس دول 150 جنيه انا استلفتهم من واحد صاحبي. برافو. ميرسي يا مرتدل. لا ما انا هرجعهم له النهارده. كل واحد وظروفه يا حبيبتي، بس بكده مبلغ مش هيكفي المدرسه برضه. كده برضو ناقصنا 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ منين؟ جيبهم ازاي دول؟ ايه ده؟ انتوا لسه قاعدين نفس القعده دي من الصبح؟ قاعدين عشان نلم لك مصاريف المدرسه. طب على العموم يا ستي ادي الفلوس. ايه ده؟ بصي هو موضوع التعليم ده مش جايب هم معايا، بس واضح ان المدرسه الجديده دي فيها بنات حلوين قوي. تصبح على خير بقى. شاكك الواد بيتاجر في الممنوعات. حين عاوزكم بقى تفتحوا دماغكم معايا كويس قوي قوي، عشان احنا داخلين على مرحلة خطيرة ومهمة في حياتكم. اللي مش قد المرحلة دي يقول لي من دلوقتي عشان ما اعملش حسابه. انا مش قدها. انا عامل حساب، عندي دور لواحد طويل مش قدها. في ايه حلواني؟ انت هتعمل لنا فيها فطار؟ فطار؟ اقوم اعمل لكم فطار؟ لا لا شو هتفتح فتحة يا عمران، ده فيلم، فيلم ده اهم. امليح داخلين على مرحلة فظيعة، وبالذات فرصة عظيمة لنجمة الموسم، وكل موسم له فهانم. أنا بجد يا بابا مش عارفة أشكرك إزاي على الثقة الغالية جدا دي. أنا بإذن الله بإذن الله هبقى عند حسن ظنك وحسن ظن جمهوري. الفيلم بيدور في فترة احتلال الإنجليز لمصر. أنت هتلعبي بقى إيه؟ دور جولفدان بحريت قاعدة المقاومة. جولفدان بحريت؟ أنا يا بابا؟ أنا بجد مش مصدقة نفسي. طب حضرتك مش حاسس إن دي حاجة تقيلة عليا في أول خطوة ليا؟ فشر تقيلة إيه؟ أنت كده بتطلعي فوق على طول. اللي عملت الدور ده السيدة ماجدة الصباح من زمان، عملت جميلة بحريت. الفرق بقى لهفة لما هتلعب في الوقت ده بقت جولفدان بحريت. شفت القوة؟
شوفوا بقى يا جماعة الخريطة اهي عشان ايه نوزع الأدوار كل واحد يعرف دوره. ابتهال هانم انت هتمسكي البوفيه اللي هو هنا. قوي قوي يا اخويا امسك البوفيه وماله. بس هتقعدي ورايا. انا عاوز امسك مكتب الكاستن عشان رزقها واسع. وبعدين ايه الخريطه اللي انت هتطلع دي؟ احنا هنسرق بنك. يا عمران يا حبيبي انت ايش فهمك انت في الاخراج؟ طب انا بقى عايز ايه واضح انا بقى في الفيلم ده؟ انت مش الاساسي ده انت بتلعب سبع ادوار مع بعض. لا ماليش دعوه انا عايز اعمل فريدريك بارباروسا. تعمل مين؟ فريدريك بارباروسا. خلاص يا ابني انا ما عنديش اي مانع تعمله انت كده هي عندك سبع ثمان ادوار اقفل بفريدريك بارباروسا. ابوس ايدك يا عم حلواني ننجل شويه كده ما ينفعش. صاحب القهوه لو عرف اني مأجرها ومش واخد كمان فلوس وموقف حالها هينفخني. يا ابني انا بلعب ما احنا بنخرج هو هتاخد فلوس كل 60 ده انت هتعرفنا ليه؟ الله كده يعني شوفوا ايه يا بندق في ايه يا بندق؟ في ايه يا عم؟ كنا رحنا مدينه الانتاج يا بندق يا عم مش كده احنا بننفعك يا بندق في ايه؟ ها جاهزه يا حبيبتي؟ ايوه يا استاذ. عايزك تبقي ايه؟ بتقاومي بتدافعي دافع عن الحق دافع عن كل حاجه صح في البلد. طبعا انت هنا بتمثلي البراءه وتمثلي مثلي بقى تمثلي. طب استاذن حضرتك بس ممكن تديني دقيقتين قبل ما نصور اعيش في الشخصيه؟ ده باباك المخرج والمنتج انا اديك اسبوع. اشكرك. اوكي فين المجاميع؟ عمران اسم الاستاذ عمران. استاذ عمران معلش لو سمحت عايزين المجاميع. حاضر هجيبهم واجي يلا خش في المجاميع. التصوير جاهز؟ في مشكلة كبيرة قوي يابا. ايه؟ الشمس مش طالعة والإضاءة بايظة عندي. ما عنديش حاجة اسمها شمس، أنا دافع فلوس عشان الدنيا تنور، ها؟ جاهزين؟ أكشن! حرام عليكم! سيبوني! أنا بدافع عن بلدي! بدافع عن بلدي! ده ظلم! أنا مستعد أدافع عنها، وأدافع عنها كل اللي تحبوه ويحب القانون. ها؟ أنا مين؟ أنا المحامي فرجيه جيت من باريس للدفاع عن جولفدان أبو حريد بدل زميلي متر أمبلار اللي سبعتوه بالقوة كده. أنتم ظلمتم جولفدان أبو حريد أكتر ما ظلموا الإنجليز جان درك جان درك. أيوة أيوة أيوة. لا للظلم لا للظلم لا للظلم لا للظلم لا للظلم. برافو عليكي برافو عليكي هو كده. كات برافو برافو. ايه الحلاوه دي؟ صورت اللي حصل؟ اه طبعا يابا. ما شاء الله برافو عليك. طب عندك ايه سائع؟ ثانيه واحده اعمل لك مفاجاه بقى. لا شيخ حاجه الاسوس كده ايه عيني الله يخليك. خد بريك يا جدعان تعالوا يا جدعان كوبايه بوندو بالانجليزي هنا 18 ساعه في الاوضه. مش مهم كوبايه بوندو بسرعه عشان الناس هتخربوا. هيقولوا علينا ايه؟ هيقولوا علينا ايه؟ خد يا حلو قوي كده. ايه ده معاد الدواء بتاع شعبان. خد خد يا شعبان. خد يا حبيبي معاد الدواء بتاعك. ربنا يخليك بالشفا. يلا اشرب يمكن تطول شويه. اشرب. هنبتدي بقى المشهد الثاني يا شباب. ها افظع من الاولاني بقى. هنا ده اللي هو يا ما شاء الله يا ما شاء الله اللي انا شايفه ده حلواني. اهلا سعاده البي. اهلا 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 وسهلا. سعادتك منور. الانجليز احتلوا مصر تاني ولا ايه؟ لا يا باشا ده فيلم فيلم الافلام القويه بقى اللي هنزل بيها المسابقه ان شاء الله. وعملت تصريح عشان خاطر الفيلم دوت؟ معقوله الحلواني ياخد تصريح؟ استرضى سعادتك الحلواني اللي معلم العالم دي كلها السيما ياخد تصريح بالسينما وكمان سلاح. لا لا سلاح يا فندم. ايه ده؟ ده بلاستيك. ايه يا عمران يا عمران؟ ايوه استاذ فيه. طيب التصوير سلاح بلاستيك هعمل ايه؟ ما انا قلت اوفر للانتاج فجبته بلاستيك. لا 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 الكلام ده ما ياكلش معايا. استاذ الامين يا فندم حرص لي السلاح ده وحرص لي الكاميرا دي. ليه يا باشا؟ ليه يا باشا؟ دي كاميرا بتاعت عصير يا باشا. والله ده انا باكل عيش هنا يا باشا. خد عن بوكس اجري بسرعه. اوعى. اجمل حاجه دايما انك خلعت بالكاميرا. طبعا برافو عليك. خالو انا عايز اروح البرنامج ده من فضلك يا خالو وديني البرنامج ده. انا هوديك البرنامج بس اهم حاجه تسمعي كلامي في التمرينات اللي انا هديها لك. لان مدام نبيل عبيد دقيقه جدا من يوم الفيلم الاولاني بتاعها بتاع اطلق ربع يا ربيع وهي بتدقق في كل حاجه. طبعا نجمه كبيره. يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله هعجبها ان شاء الله ان شاء الله. روح يا بنتي
روح واتكل على الله وربنا هيوفقك ان شاء الله. انا هكتب لك كل نمر التليفونات بتاعتهم. بعدك على عيني الحب مسخرني والشوق بيكويني. عمي سامي حبيب قلبي وحشني وحشني جدا. ايه يا مرتضى يا اخي؟ ده انا ما صدقتش يا راجل ان انت عايز تشوفني. ايه يا جيمي؟ ما تسالش بنفسك، ده انت حبيبي. المهم انا عايز منك خدمه. اه ما هو المعامله الحلوه دي اكيد وراها حاجه. قول يا سيدي. بيني وبينك الدنيا مقفله معايا هنا قوي ومش لاقي نفسي خالص، فقلت لنفسي يا دي يا مرتضى انت ايه اللي مقعدك في الحته دي؟ تحب نقوم نمشي؟ لا لا مش قصدي، مش قصدي المكان ده تحديدا، قصدي البلد عموما. فقلت مسافر بره واكيد ربنا هيكرمني هناك، وقلت ما حدش هيسعفني في الحوار ده غير حبيب قلبي جيمي. اه وعايز تسافر فين؟ اسكتلندا. اسكت ايه؟ اسكتلندا. اسكتلندا ايه يا عم؟ سافر الخليج. بص كل المصريين بيفكروا كده، سافر الخليج، اسافر ايطاليا، لكن عمر ما حد قال اسافر اسكتلندا، فهبقى انا المصري الوحيد اللي هناك وهيبقى الطلب عليا كده. تصدق عجبتني فكرتك، بس الحوار ده هيكلفك فلوس كتير. يكلف زي ما يكلف. هيكلف كام يعني؟ الفيزا لوحدها هتتكلف دراع ونص. ايه يا جيمي ده؟ انت بتتاجر في الاعضاء ولا ايه؟ اعضاء ايه يا عم؟ يعني 1500. اه باك ونص، بس ده كتير قوي يا جيمي، يعني 5 صوابع حلوين. ايه 5 صوابع دي؟ معرفش، انا قلت فاصل وخلاص. خلاص يا جيمي اعتبر الدراع ونص في ايدك. ما كانش يومك يا حبيبي. في ايه؟ في ايه يا بتال خضتيني؟ الحقني الحقني يا عمران الحقني. مرتضى. ماله مرتضى؟ مات. لا مات الشان عليه زي القرد جوه. يا حظنا. امال في ايه بس؟ طلع بيقول لي انه هيسافر. هيسافر؟ هيسافر فين؟ صباح الفل يا خالي. صباح النور يا اخويا. ايه اللي انت عامله ده؟ انت شغلت فرقة حصب الله ولا ايه؟ حصب الله ايه يا خالي؟ ده لبس مدرسة الأرمان التجريبية. أرمان التجريبية بنات؟ بذمتك انت مش مكسوف من نفسك؟ فيها يا خالي؟ ده لبس اسكتلندي. اسكتلندي؟ دول خواجات يلبسوا اللي هم عايزين يلبسوه. حرام عليك هتموت امك. انا مش فاهم هي قلبها مناحه ليه. ياما انا اروح اسكتلندا اقعد لي سنه ولا اتنين اعمل لي قرشين حلوين وارجع. انت عايز تسافر وتسيبها؟ حرام عليك بتموت فيها. انت مش شايف عينيها اتهرت من كتر البكا ليه؟ انا ما بعيطش عشان هيسيبني لوحدي. امال بتعيط ليه؟ عشان لهف مني الألف ونص اللي كنت هجيبيهم الميكروويف. Excuse me. اوف. استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي انت ايه اللي جايبك ورايا في كل مكان كده ورايا؟ انت لازقالي؟ هكون جاية ليه يعني؟ أنا جاية أقدم في البرنامج. كمتسابقة يعني؟ لا كفنانة موهوبة. موهوبة؟ آه موهوبة إزاي؟ من أنهي ناحية؟ بلبلة كلمتك؟ أنا بلبلة كلمتني قالت لي انقذيني أرجوك يا غدغود، البرنامج كله كومبارسات، لازم حاجة تعلي كده وتعملي الأدوار وتتألقي وتتنعنشي كده. الأستاذة نبيلة عبيد كلمتك أنتِ؟ أيوه. كلمتك إزاي يعني؟ كلمتني لأنها أنتمتي وصاحبتي من أيام فيلم الوحل والتخشبة واغتصاب مدرسة. اسمه اغتيال مدرسة يا جهلة. ويا ترى جاية النهاردة بقى تعملي دور إيه؟ الراقصة والسياسي ولا الراقصة والطبار؟ قضية سميحة بدران. إيه؟ قضية سميحة بدران إزاي بلبسك ده؟ بطريقتي أنا متألقة ومتجددة ولازم الفنان يأدي مهما كان لابس. أنت هتموتي من الاستراس اللي أنا لابساه. ليه يا حبيبة قلبي؟ الاستراس اللي أنت لابساه ده ما يجيش ربع اللون الريد اللي أنا لابساه. الأحمر ده معروف بيخطف الكاميرا كده، وأنا مش محتاجة أصلاً لأي ألوان تخطف الكاميرا، أنا بأدائي أبهر أي حد. أداء إيه يا أم أداء؟ أنت مش شايفة نفسك، ده أنت هتبقي برة الكادر إن شاء الله. بس 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 بليز ما تقوليش لحد إنك تعرفيني أصلاً، ما تقفيش تتكلمي معايا أساساً. حد جه جنبك؟ أنت اللي جاية تتلزقي في كل حاجة كده. أوف. يا حبيبي ده لبس اسكتلندي، ده لبس اسكتلندي. والنبي يا حاج ماشي العيال دول، والنبي والنبي ماشي. وريا وريا ليه؟ وانا مجنون ولا ايه يا ست مالك؟ والولاد ده ده امشي يلا هنا امشي. يا عم جيمي امسك ادي الفلوس وادي الباسبور. ايه ده؟ انت مين؟ يلا هتقوم من هنا يا في عم جيمي. انا مرتضى يا ابن اللذينه.
تصدق يا ابني ما عرفتكش؟ طب كويس، يعني بقى شكل اسكتلندي. حلو، المهم انا عايزك تنجزني في اسرع وقت، انا مش هينفع اقعد بالجيبات اكتر من كده. بقول لك ايه، بكره الصبح ان شاء الله الباسبور والفيزا راشقه فيه كمان. ماشي، دلوقتي بقى صفي حسابي. مين عايز ابو جيبه؟ خد يا ولا انيسه منين؟ جاسوي لبناز. ايوه منين يعني؟ حياتي قلت لك من لبنان. طب معلش يعني في السؤال، هو بابا حضرتك سابك تخرجي في الشارع المصري كده ولا انت هربانه ولا ايه؟ هربانه للشوب تيابي منه عاجبك. والله اللي انت لابساه ده انا ما اقدرش اقعد بيه في البيت حتى وانا لوحدي. والله ده شيء بيخصني بالمصري كده. خليكي بحالك. ليه انت حالك؟ الو. ايوه مرتدل، بقول لك ايه، انا عايزاك تيجي تساعدني هنا في التست في البرنامج. انا عايزه اتفوق عليهم كلهم، فعايزاك تمثل معايا في المشهد. اصلهم كلهم نجوم يعني، مش عارفه في ايه. شكرا يا مرتدل، يلا مستنيك، باي. ربنا يبعت حاجة حلوة. مساء الخير. مساء. استاذ عمر، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ منور. اهلا اهلا استاذة نبيلة. اهلا اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. هاي، ازيك؟ مبسوطة. مبسوطة اني شفتك. مبسوطة. اسم حضرتك ايه؟ الحقيقي ولا الشهرة؟ اللي انت عايزة تقوليه. اللي بين البنين. ليه اسامي كتير قوي. والله. غادة. طب يا انسة غادة، تفضلي، هتقدم لنا ايه؟ انا كنت محضرة مشهد من فيلم رفع العدوية في بداية حياتها قبل ما ربنا يهديها. واضح جدا. واضح جدا. حقيقة. هو الفستان ده طبيعي ولا؟ لا، ما انا صارفة ومكلفة، انت عارف بقى شغلانتنا دي لازم الواحد يظهر بمظهر شيك. كنت مفيش مزيكا؟ افندم هترقصي؟ محدش هيساعدني في المشهد؟ انا ممكن اطلع اساعدها. اتفضلي قدمي مشهد، انت قدميه ولا لوحدك؟ لا لوحدي مش هعرف، لا لازم اعمل عشان تعرف بس. ايه يا رمزي؟ ايه يا رمزي؟ اعملي الجزء اللي كانت ماشيه في الصحراء بالليل. ايوه لوحدها من غير ما محدش هيساعدني. ماشي. لا اتفضلي. واو يا بنتي، ده الجزء الثاني، فين الجزء الاول؟ طب اشوف لك حاجه بقى من الرقصه والسياسي او حاجه. انا حافظه الرقصه بتاعت حضرتك. تجنن تجنن. ورينا. ولا بس لازم مزيكا برضو؟ مفيش مزيكا؟ طب معلش حاولي كده من غير مزيكا. واو، ده كانت في مسرح العرايس، ده ما كانش في العراق. خلاص انت عندك ايه كام؟ عندي 12. وانت عندك ايه؟ لا هي تقريبا البنت دي اللي ايوه هي. مساء الخير. مساء النور. الاسم ايه؟ لهفه الحلواني. نعم؟ لهفه الحلواني. طيب يا لهفه هتقدمي لنا ايه؟ والله حضرتك انا بعمل انواع كتير يعني، تراجيدي كوميدي، بمثل كل حاجه، بس انا النهارده محضره مشهد لحضرتك من فيلم حاره برجوين. كويس، اتفضلي. يعني انت عندك خبره في التمثيل ولا اول مره النهارده حتى؟ لا انا مثلت قبل كده يعني كذا مره، انا من وانا صغيره وانا في الميديا يعني. حلو. ورثه المهنه، وبابا برضك فنان. مين بابا يا بنتي؟ اسمه الحلواني، هو اشتغل مع حضرتك قبل كده زمان. هو ده والد حضرتك؟ ايوه. ده بابا اصلي فيلمين. لا والله هو دلوقتي خلاص ما بقاش بيشتغل يعني. احسن عقبال. طيب يلا اتفضلي ورينا بقى هتقدمي لنا ايه. ممكن بس اطلب ابن خالتي يجي يساعدني معايا في المشهد، هو يعمل دور استاذ يوسف شعبان وانا هعمل دور حضرتك. طب اتفضلي. مرتديلا. ايوه. ايه ايه اسمه ايه؟ هو اسمه مرتضى بس انا بقول له مرتديلا. دي نبيلة عبيد بجد؟ ايوه. سلم عليها. استاذه نبيلة انا بحبك جدا. اهلا اهلا. بجد والله انا بحبك جدا، حضرتك أهلاً. كان ليكي دور كبير في تكوين شخصيتي. يا أهلاً. بجد هو مش شخصيتي انا بس، هو شخصيه جيل بحاله. شكرا. بجد والله. شكرا ميرسي. اهلا بيك. اسمك ايه؟ اسمي مرتضى، مرتضى التوني. امال هي ناديت لك قالت لك ايه؟ مرتديلا، ما هي بتدلعني عشان استاذ رمزي. استاذ رمزي. ايوه استاذ رمزي. ايه بقى معلش؟ لينر. ايوه صح صح. يعني ايه بقى؟ يعني احمد بالالماني. على فكره احنا كنا مستناك في موجه حاره. طيب بس انا كنت بشوفك في الوصايا السبعه. طب يلا ورونا هتقدموا ايه. ماشي. إيه انا هعمل اللي انا بعمل حركه التشت دي اللي بغسل، وهو هيعمل استاذ يوسف شعبان.
يلا اتفضلي. وبعدين يلا قول الكلام. ايوه انت خلاص كده ما ينفعش يا دينار، لازم يا اختي تشمري الجلابيه لفوق عشان تتحركي براحتك وتدوسي كويس. شمري يا اختي. ما تشمري يا عين امك، خلي الوسطى يعين البضاعه. اتلم يا فوزيه، فتحي مخك. امال يا زينات، ما تخليش ولاد الابلسه دول يشمتوا فيك. شمري يا اختي. كمان كمان نهارنا ابيض. مش خلاص انتهينا من الرجلين؟ ما هو في ايه بعد الرجلين؟ ما هو حضرتك المشهد كده، حضرتك مش فاكره ولا ايه؟ لا فاكره كويس قوي. يعني انت مقدماه عشان توريني ايه الرجلين، ولا توريني وشك بيأدي يقول ايه؟ اخترت المشهد ده بالذات عشان هو فيه اكتر تمثيل بالعيون، رياكشنات الوش، تمثيل الاداء بالرجلين. ورينا العيون والتمثيل بالوش. ما انا عملت والله رياكشن، يعني اكيد مش هبقى زي حضرتك في الفيلم يعني. هو بس كان هو الفيلم كان صامت. لا طب انت ايه يا بنتي بتعملي؟ ما انا قلت اختار حاجه مختلفه غير اللي البنات اختارتها يعني. اداء بالرجلين. طيب في اي حاجه تانية ممكن تقدميها لنا بصوت، مونولوج، اي حاجه بتتكلمي فيها؟ انا مش محضره حاجه تانية. ده بطن كريمه اوجع. ما انا مش محضره حاجه تانية للاسف. طب معلش فرصه تانية بقى ان شاء الله. طيب معلش معلش. طيب بالنسبه لنا ولا حاجه برضو؟ لا تعربها. انا ابن خالتها. ولا حاجه. كنت كويس ولا وحش؟ باشا انا حاولت على قد ما اقدر، ما قلتش استاذ يوسف شعبان يعني. ده اسمه نجمه العرب يعني. خلاص عشان في وراك وفي في في ناس تانية وراكوا. استاذه نبيله معلش انا بجد بجد يعني متاسفه قوي، وانا كان نفسي بجد ان انا اخد اللقب بتاع نجمه العرب واعجب حضرتك، بس انا اخترت يعني اختياري ما اسعفنيش. انت ما اخترتيش حاجه خالص، انت اللي اخترتي، ما فيهوش اي تمثيل. كان لازم تختاري مشهد عشان تقدري تورينا قدراتك التمثيليه. روحي ادرسي واشتغلي على نفسك، اشتغلي كويس قوي قوي قوي، ولما تقدمي السنه الجايه برضه مش هاخدك. حضرتك بتتكلمي بجد؟ لا ده مش بجد. مشتي قوي، ربنا يخليكي. انا ان شاء الله لما هاجي لحضرتك السنه الجايه هبقى محضره لك ميكس كده من المشاهد بتاعت حضرتك. مشهد من الراقصه والطبال، على الراقصه والسياسي، على اسعيس العشاء، على المراه والسطو. قول لا ايه ده كله ده؟ على الرابعه العدويه. قول لا. والله بجد يعني هبهر حضرتك باذن الله. يلا اوكي. انا حافظاهم والله، بس انا بس اخترت يعني حاجه تبقى مختلفه شويه. هننسى النهارده، ركزي بقى بعد كده. مش متشكره قوي، وانا ليا الشرف ان انا بجد وقفت قدام حضرتك. يلا اجتهدي. يلا مش ممكن اتصور مع حضرتك؟ بس ماشي باللبس برضك بتاع حاره برجوين. يلا سلام. باي باي. قمر والله قمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه حجزت التذكره؟ لا لا. ليه؟ صرفت النظر عن السفرية خلاص. والله؟ خلاص صرفت النظر؟ ايوه هقعد اخدمك بعناية يا حبيبتي. هتقعد خلاص؟ ايوه. ايدك على 1500 بقى. بقولك مش مسافر خلاص. طب انا فرحانة عشان كده، هات بقى ال 1500 بتوعي. ما هو اصل ال اصل ايه؟ انا رحت احجز تذكرة الطيران، قالوا لي هات الباسبور، اديتهم الباسبور، قالوا لي نهارك اسود، الفيزا دي مضروبة، روح جابوا لي البوليس. طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ انت مصره ما تفهميش ولا ايه؟ فلوسك مع الواد جيم، اول لما اشوفه ان شاء الله ما هاكله بسناني. تاكله؟ ده انا بقى اللي هاكلك بسناني. يا ضايع يا ضايع يا خلفه الندامه.